انا تزوجت ملي كانت عندي 16 عام بهذا السيد، زعما كنا كنبغيو بعضياتنا، ولكن دابا عندي 4 الوليدات معاه. وفي هاد الحياه ديال الزواج دابا راه شي مهم، ما ماشي هذاك الشيء اللي كنت بغيت ولقيته، حيت ما كانش كيصرف، ما كانش مسؤول على الاسره كاع نهائيا، انا اللي كنت هزه كل شيء وكيضربني. كنمشي نخدم وحيت كنجي مع الطلاق كناكل العصا، علاش تعطلتي وفين مشيتي؟ الجمعيه بعدا ما كنتش انا عارفه، كنت كنخاف، ما كنتش كنقدر ندير شي خطوه، كنخاف ما كنزعمش. حتى واحد السيده خدمت معاها وتقول لي على الجمعيه، مشيت عندهم داك الشيء، هما اللي داروا لي ديك الرجوع البيت الزوجيه وداروا لي ديك الدعوه ديال النفقه، ومني مشيت وداك الشيء خلص داك القول العون القضائي ودارو استدعاء. مني داروا استدعاء وهم شويه دابا بعدا الحمد لله، وقال لك غايد هذا الشهر غايتكلف، غايخلص معايا الكلا وغايخلص المصروف، باقي ما شفت والو. عيطت لختي حيت كتعيا راجلها، قالت لي انا يمكن لك ما تمشيش، ولكن الملف راه غادي غير الرقم ديال الملف حتى رضي عليه. حيت المهم عيطت لختي قلت لها حيت كتعيا راجلها، قلت لها شنو؟ قالت لي كانوا دايرين لي انا شي في هذا الشهر اللي فات. هاد السنوات الاخيره بدينا كنعرفوا تزايد كبير في حالات ديال العنف النفسي اللي ولا بديل على العنف الجسدي اللي وراه بزاف ديال التبعات. اما العنف النفسي ولا كيتستعمل كضغط للنساء، الاجبار ديالهم باش ياخذوا هما القرار ديال التطليق، ولا كيدمر النفسيه ديال النساء اللي ولاو الان مصابات باكتئاب، بزاف ديال التبعات ديال هاد العنف النفسي. دويت وكتقرا وهاد المسؤوليه لها 150 الف ريال وشحال، وهاد الكرا ديال الدار 70 الف. كاينه نتائج، اولا كيجبروا النساء فضاء اللي تيجيو له وتيحكيو على المعاناه ديالهم، ساعدناهم انهم يكسروا الصمت على العنف وهذا ايجابي ايضا، بالاضافه الى ورشات ديال التكوين وتقويه القدرات ديالهم من الناحيه القانونيه. القانون مهم ولكن بوحدو غير كافي، الا ما تبعتوش والا ما كانش موازات ليه هاد القضايا ديال التنشئه وديال التوعيه وديال يعني ما تكونش غير حملات اللي هي موسميه، ولكن هذا عمل يومي. La campagne, c'est comme je viens de dire, c'est surtout un travail de communication, de plaidoyer, de sensibilisation. À part ça, il faut mettre en place, et ça a été fait dans la plupart du pays, des stratégies, des plans d'action, des interventions dans tout le domaine pour répondre à cette problématique.
هاد النوع من الجمعيات وهاد النوع من المبادرات هي اللي كتمكن الانسان وكتساعده وكتوجهه وكتعطي واحد الصوره اللي هي جميله وكتخليه ينسى داكشي اللي عاشو وداك الماضي الخايب اللي عاشو كتوضح ليه واحد الصوره جديده.